تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار فصل أول في مادة الرياضيات. التمرين الأول، أربط كل عدد بما يناسبه. لدينا 645، 212، 1003، 789. بالحروف 1003، 212، 789، 645. نربط 645. هيا أحسنتم، 645. يمكن نقع من هنا 1003، 1003. هيا 1003، جيد. نربط، يمكن أن نقع من هنا أو من هنا. 212، أين هي 200؟ جيد، ها هي 212. نربط، وأخيرا بقيت لنا 789، 789. نربط. ننتقل إلى التمرين الثاني. أرتب الأعداد التالية من الأصغر إلى الأكبر، من اليسار إلى اليمين، أنا من هنا ونتجه. الأعداد 85، 165، 642، 1001، 473، 624. لدينا عدد المئات 6، عدد المئات 4، عدد المئات 10، عدد المئات 6، عدد المئات 1. هنا لا يوجد رقم المئات. نبدأ من الأصغر، من هو الأصغر؟ 600، 400، 1000، 600، 100، أو 85. جيد، أصغر عدد هو 85. نواصل، 100، 600، 400، 600. عدد الأكبر هو الأصغر هو 165. جيد، نواصل. ثم لدينا 473. أحسنتم، بقي لنا 624، 642. لدينا 600، 600، لكن 42 أكبر من 24، إذن 624 هي الأصغر. المطلوب من الأصغر. ثم بقي لنا 642 و1000، 1000 هي الكبيرة، 642. وأخيرا أكبر عدد هو 1001. وهذا هو الترتيب من الأصغر إلى الأكبر، من اليسار نحو اليمين. التمرين الثالث، أفكك الأعداد التالية. 217، مئات العشرات الوحدات، 217 هكذا، 217 تفكي. 705، لا يوجد عشرات، 705 عشرات صفر. سنتم 430، لا يوجد وحدات، 430 وحدات صفر. طريقة أخرى للتفكيك عن طريق الضرب، 119، نكتب رقم المئات واحد، ضرب 100، 101، 101، 9 وحدات، نبدأ بالعشرات ثم الوحدات. 600، 600 ضرب 100، 4 عشرات، 4 ضرب 10، و 4 وحدات. نقرأ، 217 تساوي 200 زائد 10 زائد 7. تفكيك، 705 تساوي 700 زائد 0 زائد 5. 430 تساوي 400 زائد 30 زائد 0. ثانيا، 119 تساوي 1 ضرب 100 زائد 1 ضرب 10 زائد 9. 644
تساوي 6 ضرب 100 بالأقواس زائد 4 ضرب 10 زائد 4. تمرين الرابع، مطلوب منا أن نرسم ارسم قطعة مستقيمة ألف ب طولها 10 سنتيمتر، ثم عين منتصفها ج. قطعة مستقيمة طولها 10 سنتيمتر، نستعمل مسطرة صفر حتى 10 ونرسم القطعة المستقيمة. ما اسمها القطعة المستقيمة؟ اسمها ألف ب. نكتب ألف ونكتب ب. رسمنا القطعة المستقيمة ألف ب طولها 10 سنتيمتر. ثم ثانيا عين منتصفها، معناه منتصف 10 سنتيمتر، نكتب نصف 10 هو 5، نصف 10 هو 5. إذن بالمسطرة نبدأ إما من ألف أو من ب. نبدأ من ألف، من صفر أو من ب، من صفر إلى 5 ونضع نقطة ج. إذن ج هي منتصف القطعة ألف ب، قطعة مستقيمة ألف ب طولها 10 سنتيمتر، والنقطة ج منتصف القطعة ألف ب. كيف وجدنا ج؟ بحثنا على نصف 10. ننتقل إلى نواصل اختبار الوضعية الإدماجية. يملك أيمن في حصالته مبلغ 150 دينار، وتملك أخته ملاك ضعف ما يملك أيمن. سؤال أول، كم تملك ملاك؟ ثانيا، كم يملك الإخوان معا؟ ثالثا، قام بشراء هدية ثمنها 150 دينار، كم بقي لهما؟ العمليات الأجوبة. يملك أيمن في حصالته مبلغ 250 دينار، وتملك أخته ملاك ضعف ما يملك أيمن. ما معناه ضعف؟ معناه أنتم تملك ملاك ضعف، معناه 250 ضرب 2. ضعف معناه ضرب 2. 2 ضرب 0 يساوي 0، 2 ضرب 5 يساوي 10. نكتب 0 نحتفظ بالواحد. 2 ضرب 2 4، والواحد 5. 2 نضربه أولا مع 0 ثم مع 5 ثم مع 2، والإجابة تكون تملك ملاك 500 دينار، بينما يملك أيمن 250 دينار. سؤال ثاني، كم يملك الإخوان معا؟ معناه كم يملك أيمن وأخته ملاك؟ أيمن يملك 150 وملاك تملك 500. الإخوان معا عملية الجمع، 500 ما تملك ملاك و 250 ما يملك أيمن، ونقوم بعملية الجمع. 0 زائد 0 تساوي 0، 0 زائد 5 تساوي 5، 5 زائد 2 تساوي جيد 7. جواب، تملك ملاك وأيمن معا 750 دينار. نواصل. أجبنا على هذا، أجبنا على هذا. بقي لنا الثالث، قام بشيء، قام الاثنين أيمن مع ملاك بشراء هدية ثمنها 150 دينار، كم بقي لهما؟ لدى أيمن وملاك يملكان 750 دينار، بعدما اشتروا الهدية كم بقي لهما؟ بقي معناها عملية الطرح. لديهما معا 750 دينار، نطرح منها ثمن الهدية 150، كم بقي؟ 0 ناقص 0 تساوي 0، 5 ناقص 5 تساوي 0، 7 ناقص 1 أحسنتم 6. جواب، بقي لهما مبلغ 600 دينار. وهكذا انتهينا من الوضعية الإدماجية. شكرا على المتابعة، إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.